فقط. طبعا الطبق الرئيسي تاع اليوم المختار اللي هو غراتان باذنجان في الفرن. بزاف سيدات قالوا لي ديري لنا شويه لي غراتان تاع باذنجان. الله يعيشك سيدي على تلاقيت بهم في البرشي، لقاوني نشري في الباذنجان، حكموني قالوا لي سيدي على ديري لنا غراتان تاع باذنجان في الفرن في الغاديو. قلت لهم يا با بروبليم، بربي ان شاء الله نديروها غراتان اقتصادي 100%. هنا عندك 1 كيلوغرام باذنجان، نعطيك المقادير ومن بعد مرو طريقة التحضيره. تكتبي معايا دوكا المقادير. تحتاجي كيلو تاع باذنجان، الباذنجان راه في المارشي الله الله. عندك ربع حبات بيض، 150 غرام جبن مبشور، تحتاجي معدنوس، وتحتاجي زوج بياض بيض وحدهم، تحتاجي توابل ملح فلفل اسود، وتحتاجي الرند. هنا راه ينباع الرند مرحي، دي منو غير شويه فقط، ما عندكش رند مرحي معليش ديري وريقه. تحتاجي شويه تاع الزيت ماشي بزاف باش نقليو هذوك الباذنجان. من جهه واحده اخرى نحتاجو صوص، نحتاجو الصلصه. دركا نروحو مع بعض طريقه التحضير، طريقه سهله جدا. عندك الباذنجان تاعك تقطعيه دوائر، هذه الحاجه الاولى اللي راح ديريها، تقطعي الباذنجان دوائر، تبليهم بالملح وفلفل اسود، تغمسيهم في بياض البيض وتقليهم. هذه الحاجه الاولى، هذاك البياض البيض يمنع باش ما تشربلكش الزيت. من بعد من جهه واحده اخرى نحضروا الصوص. الصوص هنايا شدي طنجره تحطي فيها كميه صغيره نتاع الزيت، سكرفجي شويه تاع الثوم، حطي الطماطم اللي قلنا 300 غرام طماطم، وتحتاجي مغرفة مصبرة، تسمى تحتاجي هنايا تلت حبات طماطيش قطعيها صغير صغير ولا رابيها، معها مغرفة طماطيش مصبرة، حطيها مع هذاك الزيت ومع هذيك الثوم، بعد حطي الرند شوية نتاع الرند غبرة، تبليها بالتتبيلة وحطيها طيب. إن صوص عادي، صلصة عادية يا بنينة. نهار اللي طيب وطفي عليها النار ديري لها المعدنوس. حنا المعدنوس ماناش حابينو يفقد اولا النكهه، ثانيا لا كولور. الوغ نديروه في لافان، نهار اللي نطفي على الصوص ندير لها المعدنوس. من بعد دركا رايحه تروحي طريقه التحضير. هنا نتكلموا على اللي يحبوا ان بلاغيش، مثلا كيش دايره بلاط باللحم، حبيتي ديري هاد الكغاتان دخلي فيه اللحم. الصوص هذه الحمراء تقدري تطيبي فيها صدر تاع الدجاج مقطع قطع صغيره، تقدري تطيبي فيها سكالوب، كيما تقدري تطيبي فيها لحم مفروم، ولا ديريها كيما راني قلت لك سامبل ما فيها والو. من بعد واش ديري، شدي هذوك البيض 4 بيضات، ضربيهم في ان بول، وزيدي لهم جبن مبشور، ملح فلفل كحل. نعاود لك 4 بيضات هذو وحدهم في سلادي وحدهم، البيض جبن مبشور ملح فلفل اسود ومعدنوس. تسمى واش عندك دركا، عندك 3 حوايج باش تركزي معايا، عندك 3 حوايج. عندك باذنجان مقلي ببياض البيض، عندك صوص اللي قلت لك تقدري ديريها وحدها كيما تقدري تزيدي لها انتيا شويه لحم، انتي والمقدور تاعك. خمي بلي مازال يسمو فيك لي زانغريديون تاع الكاطو، الوغ غير ديريها وحدها. عندك 4 بيضات فيهم الجبن المبشور والمعدنوس، عندك 3 مراحل. دركا نشدو ان بلا تاع فوغ يكون مدهون، يكون دائري ولا كيما تحبي. دوكا توضعي طبقة من الباذنجان فوقها كمية من الصلصة صوص، وفوق الصوص طبقة من البيض بالجبن المبشور. عاودي ديري باذنجان، عاودي الصوص والبيض، عاودي كذلك الباذنجان، ديريها على 3 مرات باش دير لك ان غاتا. هذا ما تخيريش مول كبير، خيري غير مول صغير، وطلعي الباذنجان تاعك بلي كوش. هنا فقط كوش باذنجان، كوش صوص، كوش تاع بيض. كديري الصوص فرغي البيض، باش تمشي البيض حركي له مول يتمشى البيض، مع راه فيه الجبن المبشور يخثرو، هذاك الجبن المبشور راح يخثر البيض. بعد يجوك دي كوش، وبعد ديري تيا الباذنجان وطلعي حتى تعمري له مول تاعك. خيري مول غير صغير باش يجي كراتا بنين، على قلت لك ماشي شرط اللحم. من بعد دخليه الكوشه، خليه نص ساعه، بعد قلبيه. اذا كان عندك مول مليح تاع الزاج او يتقلب الكراتا، واذا كان عندك مول مخصوص قدميه في البلا تاعو باش هكذاك ما تخسريش الوصفه. زينيه بشويه نتاع المعدنوس، قدميه للعائله. الشهيه طيبه، بالتوفيق ان شاء الله.